بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء لله من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. 78 من مسائل الجاهلية دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس، وهذا هذه الدعوة ادعاها اليهود والنصارى، ادعوا أنهم أولياء الله من دون الناس، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. والأولياء جمع ولي، والمراد بالولي المحب، فأولياء الله أحبابه الذين يحبهم ويحبونه، وهم الذين يتقربون إليه بطاعته وترك معصيته، كما وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو ولي لله، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من أي جنس. ولا شك أن الإيمان والتقوى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فإذا كان اليهود صادقين أنهم أولياء الله فليتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو الفصل، الفصل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا في العالم كله، بل من الجن والإنس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتبع، فإن لم يتبعه فإنه من أعداء الله وليس من أولياء الله، وإن كان يدعي أنه محب لله. فلا بد من هذه الأمور الثلاث: الإيمان، التقوى، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبذلك تتحقق الولاية لله عز وجل. ومن اختل فيه واحدة من هذه الثلاث لم يكن وليا لله، وإنما يكون عدوا لله. ولذلك تحدى الله اليهود في هذه الآية، وهي آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين. فلما لم يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنهم أعداء لله عز وجل. وفي آية الجمعة يقول جل وعلا: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
زعمتم، والزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب والدعوة غير الصحيحة، هذا هو الزعم، أنكم أولياء لله من دون الناس، اختصكم الله بولايته دون الخلق، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذلك أن المحب يتمنى لقاء حبيبه، فإذا كنتم تحبون الله محبة صحيحة فتمنوا الموت من أجل أن تلقوا حبيبكم، تمنوا الموت من قبل لأجل أن تلقوا حبيبكم الذي زعمتم أنكم أولياؤه. هذا قول في الآية. والقول الآخر أن هذا من باب المباهلة، هذا من باب المباهلة، مثل قوله تعالى: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذا كنتم صادقين في هذه الدعوة فادعوا على أنفسكم بالموت، هذا يكون من باب القسم أو يشبه القسم على الدعوة، وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله، أن هذه الآية من باب المباهلة. وفي آية البقرة يقول سبحانه وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يقول سبحانه وتعالى في آية البقرة: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرك، هم يزعمون أنهم مؤمنون لكنهم أحرص على الحياة من الكفار المشركين. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أودون طول العمر، لأنهم يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة، لعلمهم ما أمامهم في الآخرة من العذاب، يعلمون هذا، يعلمون أنهم كفار وأنهم مخالفون ومعاندون، لكن الحسد والكبر منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون مصيرهم، لذلك يكرهون الموت. يكرهون الموت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعرفون أنهم لم يقدموا لأنفسهم في الآخرة إلا العذاب والكفر، فهم يعرفون مصيرهم، ولذلك يتمنون طول الحياة، وهم أحرص على الحياة الدنيا من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هذا من باب التحدي لهم في إثبات ما يدعون أنهم أولياء لله من دون الناس. وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، ما دامت الدار الآخرة لكم مضمونة لكم الجنة، فلماذا لا تتمنون الموت لأجل أن تصلوا إلى الجنة التي تضمنونها لأنفسكم، تضمنون الجنة لأنفسكم، فلماذا لا تتمنون الموت لأجل الوصول إليها؟ لكن الواقع أنهم يعلمون مصيرهم الأسود،
ويعلمون كفرهم ويعلمون ما لهم في الآخرة من العذاب، فلذلك يكرهون الموت، هم أشد الناس كراهة للموت ويحبون البقاء في هذه الدنيا، وهذا ليس بنافعهم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فلو عاشوا مئات السنين وآلاف السنين فإن هذا لن يزحزحهم عن العذاب الذي ينتظرهم وإن طالت أعمارهم في هذه الدنيا. هذا من ناحية اليهود. من ناحية النصارى، وقالت النصارى نحن نعم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. في هذه الآية أن الطائفتين اليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، أبناء الله يعني أحباب الله، أحباب الله، وليس المراد البنوة بنوة النسب، وإنما مرادهم أنهم أحباب الله وفقراء الفقراء إليه، وأنه سبحانه يرحمهم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله وأحباء لما نالكم عذاب، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر ممن خلق، ما لكم ميزة على الناس إلا بالإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أكذب الله هذه الدعوة من اليهود ومن النصارى، وأثبت أن الولاية ليست حكرا على أناس معينين، وإنما الولاية حسب المواصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى، الإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يشابه اليهود من فرق هذه الأمة الصوفية، إن الصوفية يدعون أنهم يحبون الله ويعبدون الله بالمحبة، يعبدون الله بالمحبة لا بالخوف ولا بالرجاء، لا يرجون رحمته ولا يخافون عذابه، وإنما يعبدون الله بالمحبة لأنهم يحبونه لا لأنهم يخافون من عذابه أو يرجون رحمته، والعياذ بالله. فصاروا خيرا من الرسل، الرسل يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا عابدين، هذه صفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويرجون رحمته. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القرب والمحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالصوفية على غرار اليهود والنصارى يدعون أنهم هم الذين يحبون الله دون غيرهم، وأنهم هم الخواص، وأما غيرهم فهم عوام، يسمون الناس عوام الذين ليسوا من الصوفية، بل ليسوا من أقطاب الصوفية، يسمونهم العوام، ويزعمون أنهم ما يحتاجون إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله، لأنهم لم يصلوا إلى الله. هذه دعوة الصوفية مثل دعوة اليهود والنصارى تماما، صلى الله العافية. والحاصل أن الرد عليهم مثل الرد على اليهود والنصارى، أن الولاية لا تتحقق إلا بتقوى الله والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا تتحقق الولاية لله عز وجل، وبدون ذلك لا ولاية، إنما هي العداوة.
إذن فمحبة الله يدعيها طوائف الضلال من اليهود والنصارى والصوفية ويحتكرونها لأنفسهم، وهم ليسوا من محبة الله في شيء، بل هم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسله، والدعاوى لا تحقق شيئا وإن كانت كبيرة وعريضة لا تحقق شيئا. نعم. الكلام على هذه كالكلام على التي قبلها، أنهم إذا كانوا صادقين لأنهم يحبون الله، محبة الله أمر مطلوب، محبة الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، وهي أعظم أنواع العبادة، المحبة هي أعظم أنواع العبادة، أمر مطلوب ومتأكد، ولكن لها دليل ولها علامة ولها ثمرة، أما دليلها وعلامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الثمرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى، فعلامتها الاتباع والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها أن الله يحب من أحبه وأطاعه وأطاع رسوله، وأن الله يغفر له ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما أن يدعوا محبة الله وهم لا يطيعون رسوله ولا يتبعونه، فهذه دعوة كاذبة لعدم الدليل عليها، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. فقولهم من تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقولهم أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. الثمانون، المسألة الثمانون، تمني أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وأتباعهم أو أشباههم من الوثنيين والمشركين، تمنيهم على الله الأماني واحتجاج الخير لأنفسهم، من ذلك قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، احتجزوا الجنة لهم، وغير اليهود والنصارى ليس لهم نصيب في الجنة بزعمهم. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، الدعوة لابد لها من برهان، فما هو دليلكم على هذا؟ لا دليل لهم إلا التمني فقط، فهي دعوة كاذبة، ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي يدخل الجنة، الذي أسلم نفسه لله، يعني أخلص العبادة لله عز وجل وتجنب الشرك في العبادة، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله أسلم وجهه يعني قصده، وجهه يعني قصده وتوجهه، لا يكون فيه توجه لغير الله، قصد لغير الله. والثاني وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا توفر الشرطان فإن هذا من أهل الجنة، واليهود والنصارى ليسوا كذلك، عندهم الشرك الفظيع ودعواهم
البنوة لله عز وجل، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى مسيح بن الله. اليهود يعبدون العجل الذي نحته لهم السامري، النصارى يعبدون الصليب ويعبدون علماء أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلم يكن عندهم الشرط الأول وهو إسلام الوجه، ولم يكن عندهم الشرط الثاني وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عاندوه وكذبوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، جحدوا رسالة محمد ورسالة المسيح كما عند اليهود، بل قتلوا الأنبياء، تطاولوا على الأنبياء بالقتل، فهم قتلة الأنبياء. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. فليس عندهم لا توحيد ولا اتباع لرسل الله عز وجل، إذن ليس لهم في الجنة نصيب، وإنما الجنة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا الذي ضمن الله له الجنة برحمته سبحانه وتعالى. والأمان لا تفيد شيئا. وفي الآية الأخرى يقول: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود، هذا في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهم أولا ادعوا لهم الجنة، يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثانيا ضمنوا لأنفسهم النجاة من النار إلا أياما معدودة قدر عبادتهم للعجل، ثم يخرجون من النار. هذا من الدعاوى الباطل، المشرك لا خروج له من النار، ما هي بأيام معدودة، أبد الآباد والعياذ بالله. المشرك خالد مخلد في النار، ليس له مطمع في النجاة منها. المسألة ما هي مسألة دعاوى وتقول على الله سبحانه وتعالى. فهذه دعاوى اليهود والنصارى وتمنيهم على الله سبحانه وتعالى. ومثلهم كل من يضمن لنفسه الجنة وهو ليس على عمل صالح ولا على توحيد ولا على عقيدة، ويقول إنه هو المؤمن وغيره كفار من ضلال هذه الأمة الذين يزعمون أنهم على الهدى وأن عبادة القبور والأضرحة هي الدين، وأن إخلاص العبادة لله هذا خروج عن دين الله، والذي يدعو إلى التوحيد هذا من الخوارج عندهم. فهذا مثل دعوة اليهود والنصارى تماماً. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بطاعته واتباع رسوله، ولا ينجو من النار إلا بالإخلاص لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح لمن أراد الجنة وأراد النجاة من النار، طريق واضح، الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الجنة والنجاة من النار. أما الدعاوى فإنها لا قيمة لها إذا لم يسندها البرهان والدليل. نعم.
هذه هي البلية القديمة والحديثة، الغلو في الصالحين والأولياء، التعلق بهم من دون الله عز وجل، وبناء المشاهد على قبورهم لأجل أن تزار وأن يطاف بها وأن يتبرك بها، حتى إنها تضاهي الكعبة المشرفة بيت الله العتيق. هذا هو الطامة الكبرى التي ظل بها كثير من الأمم من قديم الدهر وحديث. أصحاب الكهف لما عثر عليهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب السلطة والقوة لنتخذن عليهم مسجدا، هذا من باب الغلو بهم، لأن أصحاب الكهف صالحون فروا بدينهم وعقيدتهم، وكان من خبرهم ما كان من إكرام الله لهم وحفظه لأجسامهم وبعثه إياهم بعد الرقاد الطويل. فلما رأوا لهم هذه المزايا تشاوروا بعد موتهم، بعضهم وهم أهل التوحيد والإيمان قالوا سدوا عليهم الغار واتركوهم في غارهم، يصير هو القبر لهم. ولكن أصحاب السلطة وأصحاب القوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، محل يصلى فيه عند قبورهم من أجل التوسل بهم ومن أجل نيل بركاتهم، كما يفعل عباد القبور الآن تماما. اليهود والنصارى فعلوا هذا وهم أهل الكتاب، ولهذا لما هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة الأولى فرارا بدينهم، وكانت الحبشة على دين النصارى، رأوا من غلوهم في علمائهم وفي الصالحين منهم ما استنكروه. فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرتا له ما رأتاه بأرض الحبش، وكانتا من المهاجرين إلى أرض الحبش، ذكرتا له ما رأتا في أرض الحبشة من التصاوير التي يجعلونها في الكنائس، تصاوير الصالحين تبركون بها ويتقربون إليها. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على مسجد على قبره، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو في الصالحين والأولياء الذي جرهم إلى الشرك بالله عز وجل. وقال وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال هذا من باب النصيحة للأمة أن تغلو في قبره صلى الله عليه وسلم كما غلت الأمم قبلهم في قبور أنبيائه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته
حجرة عائشة رضي الله عنها حفاظا عليه من الغلو، لأنه لو دفن في البقيع مع أصحابه وبرز قبره للناس لحصل من بعضهم أو من الكثير منهم كما يحصل لليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. فصان الله قبره الشريف واستجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه سنة اليهود والنصارى، البناء على القبور. وقلدهم من فرق هذه الأمة الضالة، قلدهم الصوفية وقلدهم الرافضة والفاطميون، الشيعة عموما هم الذين دسوا في الإسلام البناء على القبور وإقامة الأعياد للمواليد. هذا من دس الشيعة على دين الإسلام من رافضة وإسماعيلية وفاطمية وغير ذلك، ومن دس الصوفية المنحرفة. وحدث هذا بعد مضي القرون المفضلة، ولا تزال الأمة تعاني منه إلى الآن، إلا البلاد التي من الله عليها بدعوة التوحيد، وإلا فأكثر بلاد العالم الإسلامي تعج بالأضرحة، بل لا يكون للمسجد قيمة عندهم إلا إذا كان فيه قبر. أما المسجد الذي ما فيه قبر هذا ليس له قيمة ولا يتسابقون إليه. فهذا من البلاء الذي تسرب إلى هذه الأمة من الأمم الوثنية قبلها، وهو الغلو في الصالحين والبناء على القبور واتخاذها مساجد ومحلا للدعاء والتبرك وطلب الحوائج، بل يصرف عندها من أنواع العبادات ما هو من خصائص الله كالذبح والنذر والطواف كما يطاف بالبيت العتيق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هم يطوفون بقبور الذين يسمونهم أولياء تقربا إلى الأولياء لا إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لو نووا التقرب إلى الله فإن هذا ليس محله، ليس محل عبادة الله والدعاء والطواف، ليس محله عند القبور، إنما محله في المساجد في بيوت الله، وعلى رأسها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما المشاهد التي يسمونها مساجد وهي مشاهد فهذه وثنية ولا يجوز للمسلم أن يصلي فيها ولا أن يدعو فيها، لأن هذا من التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى أو من وسائل الشرك. حتى لو كان الإنسان يصلي لله ويدعو الله لا يجوز له أن يفعل ذلك عند القبر، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. والإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد وصيانة للأمة من أن تنحرف عن جادة الصواب والحق. فمن سنة اليهود والنصارى الغلو في الأولياء والصالحين والبناء على قبورهم، و تسرب هذا إلى هذه الأمة عن طريق الفرق الضالة التي هي من صنايع اليهود والنصارى. في الحقيقة أن التشيع والتصوف ليس هو من الإسلام، وإنما هو من صنايع اليهود والنصارى. نعم.
الثانية هو الثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. هذا من نوع الذي هذه المسألة من نوع التي قبلها، لكنها أخص منها، لأن التي قبلها يبنى على القبور، يبنى عليها مشاهد وقباب وتعد لذلك. أما هذه المسألة فمعناها التقصد لآثار الأنبياء التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها، تقصد إليها من أجل التبرك بها والصلاة فيها، هذا من وسائل الشرك. فلا يجوز تتبع آثار الأنبياء، الآثار المكانية التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها، لا يجوز تتبعها، لأن هذا غير مشروع، لم يشرع لنا هذا، ولأنه يؤدي إلى الشرك. فإنه إذا تردد على هذا المكان اعتقد العامة والناس أن هذا فيه بركة، وأنه فتقربوا إلى الأنبياء وإلى الصالحين طمعا في الأجر والثواب. فإذا سد الباب وحسم الباب فإن الناس ينسون هذا الشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى الأمكنة التي كان يجلس فيها في أسفاره أو في وقت تعبده قبل البعثة، ما كان يذهب إلى غار حراء، ما ذهب إليه بعد البعثة أبدا، ولا كان يذهب إلى غار ثور الذي اختفى به عن المشركين، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك، ولا كان يذهب إلى الأمكنة التي جلس فيها في أسفاره ويتردد عليها، ولا كان أصحابه يعملون ذلك. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية ويصلون في مكان سأل عنهم، قالوا هؤلاء يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة سلم الحديبية، فأمر بها رضي الله عنه فقطعت، أمر بالشجرة فقطعت حسما لمادة الشرك والغلو. وقال الكلمة المأثورة عنه: ما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا. المطلوب اتباع الآثار التي هي آثار الوحي، الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب. أما الآثار المكانية فهذه لا يجوز لنا أننا نتتبعها ونحييها. والآن فيه دعاية قوية في كثير من البلاد إلى إحياء آثار الأنبياء وآثار الصالحين ومقاماتهم، حفاظ عليها، وهذا من وسائل الشرك. فالواجب حسم هذا الباب وإغلاق هذا الباب لئلا تضل الأمة بسببه، الشيطان حريص على إغراء الناس بهذا الشيء، لا سيما من يدعون العلم أو الذين عندهم مال ومقدرة، الشيطان يؤزهم ويحرضهم على إحياء هذه الآثار لأجل أن يفسد عليهم دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل منازل، وما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه المنازل، لا خيمة معبد ولا غيرها، ما كان يذهب إليها في تردده بين مكة والمدينة، لأنها لا قيمة لها. والرسول فعل هذا من باب العادة لا من باب العبادة، الجلوس في تحت شجرة أو الجلوس في مكان، هذا إنما يفعل من باب العادة ليس من باب التشريع ومن باب العبادة،
فلا يجوز إحياؤه وتعظيمه، لأن هذا من أسباب فساد العقيدة ولو على المدى البعيد. يجب التنبه لهذا الأمر. الصحابة هم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إلى هذه الأماكن ولا كانوا يتطلبونها ويقصدونها، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهم ذلك، ويعلمون أن هذا من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. فتتبع الآثار وإحياؤها هذا من أمور الجاهلية، كما في هذه المسألة أن من مسائل الجاهلية إحياء الآثار وتتبع الآثار لما يؤول إليه هذا الأمر من الخطر العظيم على الدين وعلى العقيدة. نعم. الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور، أي الإضاءة، إضاءة القبور، جعل عليها قناديل على القبر أو في المقبرة بقناديل، أو مصابيح كهربائية كما في هذا الوقت. فلا يجوز إضاءة القبور أو إضاءة القبر، لأن هذا من باب الغلو ومن وسائل الشرك، أن الناس إذا رأوا هذه الأضواء على القبر أو على القبور قالوا ما صنع به هذا إلا لأن له سر، إلا لأن له سرا وبركة، فتتعلق قلوبهم به. القبور إنما شرعها الله لإيواء الأموات وحفظ الأموات فيها واحترامهم، ولم يشرع تعظيمها والغلو فيها، كما أنه سبحانه ينهى عن امتهانها والإساءة إليها. فلا غلو ولا إساءة في القبور، بل تبقى على ما هي عليه حين دفنها، لا يعلق عليها قنديل ولا يبنى عليها بناء ولا ترفع عن الأرض أكثر من شبر، كما كانت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور الصحابة، هم القدوة عليهم الصلاة والسلام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. فمن الغلو فيها إسراجها، جعل إضاءة في المقبرة، أو تشجير المقبرة وجعل فيها شجر كأنها حديقة، أو تجميل المقابر، هذا لا يجوز، هذا من الغلو. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج وهي الإضاءة. فمن دين الجاهلية إضاءة القبور، هذا من دين الجاهلية، والإسلام نهى عن ذلك لما فيه من الوسيلة إلى الشرك. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذ القبور أعيادا. العيد هو ما يعود ويتكرر في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد 40 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، الذي يعود والاحتفال الذي يعود ويتكرر هذا عيد. ومن ذلك الأعياد الشرعية، عيد الإضحى وعيد الفطر، سميت أعيادا لأنها تعود وتتكرر على المسلمين،
فالعيد ما يعود ويتكرر. بعد مدة قليلة أو طويلة. والأعياد على قسمين: أعياد زمانية مثل عيد الفطر عيد الإضحى، هذان عيدان شرعيان هما عيدا أهل الإسلام، ومثل الأعياد البدعية عيد المولد عيد الموالد، سواء موالد الأنبياء أو الملوك أو غيرهم، هذه أعياد زمانية لا يجوز عملها. والقسم الثاني أعياد مكانية، وهي الأمكنة التي يجتمع فيها الناس لتعظيمها، يجتمع فيها الناس لتعظيمها وطلب البركة منها ويترددون عليها. ومنها أعياد شرعية، أعياد مكانية شرعية مثل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، هذه أعياد مكانية شرعية يتردد عليها المسلمون سنويا ويقيمون فيها المناسك، هذه أعياد مكانية شرعية مقدسة يتقرب إلى الله جل وعلا فيها بالدعاء والمبيت ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، أعياد مكانية شرعية. وأعياد مكانية بدعية مثل القبور والمواضع التي يسمونها إحياء الآثار، تردد الناس عليها ويجلسون فيها، يجلسون عند القبر ويقيمون عنده كما يقيم الحجاج في المشاعر. ذكروا أنهم يقيمون عند قبر البدوي أياما، وبمئات الألوف من البشر، ويذبحون فيها القرابين الكثيرة كما يذبح الحجاج الهدي في الحج. هذه أعياد وثنية والعياذ بالله، لا تجوز في الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما دخلوا المسجد ذهبوا إليه، ما يترددون. لكن إذا قدم أحدهم من سفر ذهب وسلم عليه وعلى صاحبه ثم انصرف. أما أنه يتردد على القبر، يجلس عند القبر ويدعو ويقرأ القرآن ويصلي ويزعم أن هذا فيه فضل، فهذا من دين الجاهلية، وهذا من اتخاذ القبر عيدا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قبر الرسول ولا قبر غيره. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستفتيه أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم موضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يجتمعون فيها للعبادة والتقرب من أعياد الجاهلية؟ هل مكان هذا هل هو من أعياد الجاهلية المكانية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل هذا المكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه؟
فإذا ذبح فيه المسلم تشبه بهم؟ قالوا لا. فهذا فيه أن المفتي يتأكد من السائل ومن ملابسات المسألة، فإذا تبين له عدم المحذور أفتى. فهذا هو الشاهد من أن الجاهلية يتخذون أعياداً مكانية يترددون عليها، ومنها إحياء الآثار وجعلها مزارات، هذا من أعياد الجاهلية على المدى القريب أو البعيد. فحسماً للمادة يقفل هذا الباب عن المسلمين. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. نعم، هذا أيضا من مسائل الجاهلية، الذبح عند القبور كما كانوا يذبحون عند اللات في الطائف، وهو رجل صالح كان يلث السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وصاروا تبركون به ويطوفون به ويذبحون له. وكما كان أهل الجاهلية يذبحون على الأنصاب، يعني على الأصنام، لهذا قال في عداد المحرمات من بهيمة الأنعام: وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للصنم. هذا من عادة الجاهلية أنهم يذبحون للأصنام، عندما يزورونها يجيبون معهم القطيع من الأغنام أو الإبل وينحرونها ويذبحونها عندها تعظيما لها. والذبح عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى تقربا إليه وتعظيما له. ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح. وصلي لربك وانحر، النحر عبادة من الصلاة، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الذبح عند القبور هذا من دين الجاهلية، لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أن القبوريين الآن على هذه السنة الجاهلية، يأتون بالذبائح من الأبقار والأغنام أو الإبل ويذبحونها عند المشاهد وعند القبور، كما كانت الجاهلية تفعل هذا. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا وأن يحذروا منه وأن يمنعوه إذا كان لهم سلطة، أن يمنعوا هذه الوثنية التي هي من دين الجاهلية، أي الذبح عند القبور. نعم. تبرك بآثار المعظمين، اللي سبق التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وهذا التبرك بآثار المعظمين ولو لم يكونوا أنبياء كالملوك والرؤساء والقادة والزعماء، ولو لم يكونوا من الصالحين ولا من الأنبياء، مجرد أنهم عظماء، مجرد أنهم عظماء، فيتبرك بآثارهم، يعني آثارهم المكانية، إما بقصورهم التي كانوا يسكنون فيها، وإما بمكاتبهم التي كانوا يجلسون فيها. التبرك بها وهو طلب البركة من هذه الأماكن التي كانت للعظماء، تبرك وطلب البركة منها، هذا من دين الجاهلية. كما أن دار الندوة التي كان يجتمع فيها كبار قريش يشاورون فيها في أمورهم المهمة
يسمونها دار الندوة، وتقع شمالي الكعبة المشرفة، قريبة منها، قريبة من الكعبة عند المطاف، يجتمعون فيها للتشاور في الأمور المهمة، كما اجتمعوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، اجتمعوا يتشاورون في شأنه والقضاء عليه وعدم تمكينه من الهجرة. هذه دار الندوة، فلا يجوز تعظيم هذه الأماكن التي كانت للعظماء أو لاجتماع العظماء فيها من بيوت وقصور ومكاتب وإلى آخره، لأن هذا يؤول إلى الشرك بالله عز وجل. في الأول مجرد آثار ومجرد مباني، لكن على المدى البعيد تتعلق بها قلوب العوام، والشيطان يزين لهم أنها أمكنة مباركة فيتعلقون بها. ولهذا لما باع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان من سرات قريش ومقدميهم، باع دار الندوة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافة معاوية، قال له بعض الناس: بعت مكرمة قريش. دار الندوة سماها مكرمة قريش. فقال رضي الله عنه: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا هو الجواب السديد، ما فيه كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وزالت دار الندوة والحمد لله، ألا وجود لها. فكذلك ينبغي أن تكون آثار المعظمين أن لا يحتفى بها، وأن تباع، وأن لا تعظم، وأن تكون كسائر الأماكن، أرض أو بيت يباع ويشترى ويسكن مثل سائر البيوت، حتى ينساها الناس، حتى لا يكون لها تعلق في قلوب العوام، أو يستغلها. أنتم لاحظوا أن الأشرار على أهبة الاستعداد، يستغلون هذه الأمور، فإذا رأوها حجزت وجعل لها شيء من التعظيم استغلوا هذا وعملوا لها دعاية أنها آثار مباركة، وأنها فلان سوى فيها كذا وحصل له كذا، وفلان رأى رؤيا بهالمكان، من جاء إليه يربح في بضاعته، وإن كان ما عنده عيال يرزق أولاده، ويعملون لها حكايات ومنامات وقصص حتى تتعلق بها. الناس والمين لطلب الدنيا والمطامع وحصول أغراضهم، إذا قيل لهم حصل لكم ما تريدون بهالمكان صدقوا وجاءوا إليه. فمن أجل هذا يمنع هذا العمل، يمنع احتجاز آثار المعظمين، يعني الآثار المكانية يمنع احتجازها وتترك تتداول كسائر البقاع حتى ينسى شأنها وينسى أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيت في مكة قبل الهجرة، ما الصحابة ما اعتنوا ببيته عليه الصلاة والسلام، ولما سئل تنزل في دارك لما جاء عام الفتح قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني باعها عقيل بن أبي طالب، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هذا بيتي وهذا له مكانة وله عظمة، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ به هذه الأماكن، لأنها ليس لها مزية على غيرها من البقاع، إلا الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى، المسجد الحرام ومنى وعرفة والمزدلفة، هذه أماكن عبادة، هذه أماكن عبادة لله عز وجل، وليست أماكن للمخلوقين أو آثار للمخلوقين، وإنما هي بقاع شرفها الله وجعل فيها
محل عبادته سبحانه وتعالى. نعم. Thank you.